غنتقموا منهم ان شاء الله. واللي جا دابا غنعفطوا عليه. ما كيهمنا حتى فريق في افريقيا الحمد لله. اي فرقه تجي الشاي محلول، اي فرقه تجي شي ناشطه. العام اللي فات خرجنا الطوسي فوق راه مكسكوس راه يموت. مشاهدينا الكرام متابعي موقع لو ماتان سبور، اهلا وسهلا بكم معنا في ميكرو لو ماتان سبور. قبل دقائق قليله على انطلاق مباراه الديربي قرعه الدور ربع نهائي تشامبيونز ليغ اسفرت على مواجهه فريق الرجاء الرياضي امام فريق الاهلي المصري. سولنا جماهير الرجاويه حول ارائهم على هذه المواجهه، خليكم معنا. اخويا اش نقول لك، الرجاء دابا الحمد لله بدات كتقاد، ولات الرجاء وحده اخرى، وعندنا لعابه تبارك الله يعني في المستوى الاول بحال الصرهوني بحال الدراري تبارك الله. واش نقول لك، حنا دابا تيقين فيها وديما الرباح ان شاء الله. هذيك العام اللي فات خرجنا الطوسي باغي يلعب كونترا اتاك ولا قتلنا. اي فرقه نربحوها دابا ان شاء الله منذ الكبير ما سالش. اي فرقه تجي الشاي محلول، اي فرقه تجي تشي ناشطه وديما راجل جا الموت ان شاء الله. والله الا انا كنت كنتمنى نطيحوا مع الاهلي، حيت كيقول لك اللي كيرد الحساب في عام زرب. ربي كبير من طحنا معاهم في القرعه، واللي جا دابا غنعفطوا عليه. هاد العام عامنا وتشامبيونز ليغ، الشعب يوري تشامبيونز ليغ وديما خضراء. وحنا هاد العام ديالنا ديما راجا. اخويا انا كيبان ليا ان شاء الله يكون مارج الانتقام، فهمتي؟ غنتقموا منهم ان شاء الله وندوزوا ونطيحوا مع الترجي. ونقسموا حتى الترجي نقسموا بجوج ان شاء الله، والعام الجاي غنشاركوا في الشامبيونز ليغ حيت غنديو الشامبيونز ليغ. هادشي اللي كيبان ليا اخويا، ونتمنى واحد الموفق. ما اخويا بالنسبه للماتش ديال الاهلي كنتمنوا من اللعابه زعما يكونوا في المستوى، حيت اخويا حنا ما كنشوفوش هذا ماتش عادي، ماشي كنشوفوه ماتش ديال رد الثار بالشمسه اللي داروا لنا العام اللي فات. وكنتمنوا اللعابه يكونوا في المستوى اخويا ويكون خير ان شاء الله. ندير لك صراحه حنا ديما الرجاء معروف فوق العام كسكوس رحيمه، ولكن ماشي مشكل كنبقاو حنا الرجاء. الا بغيتي دير تشامبيونز ليغ خاصك وان شاء الله غندوزو وغنطيحو في الترجي عاوتاني، وان شاء الله تشامبيونز ليغ ديالنا وديما راج تاع الله. ما كنتمناوش ديك العام، كان عندنا لعابه كرارس، كان عندنا لعابه ثقال بزاف، كان عندنا مدرب ميت تكتيكيا، كان كيلعب بمهاجم واحد فهمتي، ميت هو اللي كان تقار. عارف اللعابه اللي كانوا ديك العام، ان شاء الله هذا العام عندنا سكواد زوين، وان شاء الله السكواد غيتقاتلوا لما لا نديو تشامبيونز ليغ. الحمد لله فريق الرجاء البيضاوي فريق الرجاء العالمي، ما كيهمو حتى خصم. الحمد لله فريق الاهلي فريق كبير، فريق قوي، فريق قرن عنده تاريخ كيشفع عليه. كما ان فريق الرجاء البيضاوي في مقابله تاريخيه مع فريق الاهلي كيقدم مقابلات قويه وكيبصم على اداء قوي، خير دليل في مقابله الذهاب ديال الموسم المنصرم فريق الرجاء البيضاوي قدم مقابله قويه وكان يقدر يجيب تعادل لولا المخرج المصري اللي حاول، كان ضربه جزاء ديال المكعازي اللي شافها غير هو، وكان تحكيم ذو المستوى. وفي لقاء الاياب كيف ما شفنا كنا ضغطنا في الدقائق الاولى، واستحق فريق الرجاء البيضاوي السلف بنقوما بالهدف الاول، ولكن رشيد الطوسي كان ضعيف ذو المستوى، ما جراش الماتش كيف بغى، كيف بغاو جماهير الرجاء البيضاوي. ولكن هذا الموسم فريق الرجاء البيضاوي عازم ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يقدم الاضافه ويمشي في دوري ابطال افريقيا نصف النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما كيهمنا حتى فريق في افريقيا الحمد لله، حنا الرجاء العالمي فريق القاب، فريق التاريخ، عنده تاريخ كيشفع عليه، والحمد لله قادرين باش نمشيو بعيد النهائي ان شاء الله ونفوزوا باللقب ان شاء الله الرحمن الرحيم. ديما رجاء.